أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. جديد هاندا أرتشل اليوم حيث نشرت هذه الصور في حسابها بالإنستغرام التي التقطتها يوم الأحد الماضي في متحف تيت مودرن أثناء رحلتها للندن. كرم فهو مشغول هذه الأيام بتصوير الإعلان الجديد للعلامة التجارية أندر آرمور العالمية، وهذه من كواليس التصوير لهذا اليوم، ويقال أن التصوير يحدث خارج إسطنبول.